حياكم الله إلى سلسلة حكاية مسجد في دقيقة. اليوم مسجدنا ساعة، هذا هو المسجد، اسمه مسجد فاتح. مسجد فاتح بني عام 1554 للميلاد، الآن يسمى مسجد الدبس. ندخل داخل المسجد، مسجد عريق ومتميز. وهذا المسجد، هذا المسجد القديم، هذا هو هذا الجزء القديم. والآن ندخل على التوسعة الجديدة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، وهالشباب الحلوين جالسين. السلام عليكم يا شباب، ما شاء الله. هذا الشيخ هاشم هو إمام المسجد. مسجد ماذا؟ مسجد فاتح. مسجد فاتح، ما شاء الله تبارك الله. ولماذا يسمى الدبس؟ عشان سوق الدبس. سوق الدبس قريب. نعم، فاشتهر باسم الدبس. ما شاء الله تبارك الله، الله يزيد بارك وتقبل الله صيام الجميع.